لحد فترة قريبة العلماء كان وصلوا تقريبا لليأس من انهم يلاقوا الجرافيتون. فرغم مرور حوالي قرن من الزمان على توقع وجوده، الا ان الحسابات كانت بتأكد ان الطريق لسه مازال طويل. لكن في بداية السنة دي 2024 في ورقة بحثية تم نشرها في مجلة نيتشر العلمية، واللي اتكلمت عن رغبة فريق من العلماء في اجراء تجربة معينة، تجربة بيقال انها ممكن تحط حد للمعضلة وتلاقي الجرافيتون. وبيقال برضو انه رغم لسه باقي اكتر من 3 ارباع القرن الحالي، الا ان نجاح التجربة دي في العثور على الجرافيتون هيخلي الاكتشاف ده هو اكتشاف القرن بلا منازع، ومفيش اي اكتشاف في عالم الفيزياء هيكون باهمية اكتشاف الجرافيتون حتى لو تم فك لغز المادة المظلمة والطاقة المظلمة، بل ان اثبات صحة نظرية الاوتار الفائقة او اي نظرية جديدة توحد الفيزياء برضو مش هيبقى اهم من اكتشاف الجرافيتون. بس العجيب رغم الاهمية القصوى دي لاكتشاف الجرافيتون، فالتجربة اللي اشارت ليها المجلة ما زالت متعطلة وبتقابل جدل كبير. فيا ترى بقى ايه هو اصلا الجرافيتون ده، وايه سبب اهميته للدرجة دي، وايه سبب تأجيل اجراء التجربة اللي ممكن تحل المعضلة دي؟ مشروبك الجميل بقى وزبط القعدة الحلوة، وهمتكم معانا في السبسكرايب واللايك والشير، وياريت توصلوا الحلقة ل 3000 لايك. اهلا وسهلا بيك، وانا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الكون يا صديقي موجود فيه 4 قوة أساسية في الطبيعة: قوة الجاذبية والقوة النووية الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية القوية. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الحكاية دي في أكتر من موضوع هنا على القناة، وممكن ترجعوا للحلقات لو عايزين المعلومات التفصيلية. بس حاليا أهم حاجة عايز أفكركم بيها إن في 3 أنواع من القوة دول تم اكتشاف الجسيم المسؤول عن التفاعل بتاعهم. والمسؤول عن التفاعل يعني الجسيم اللي بتمارس بيه القوة تأثيرها، أو الجسيم الحامل لطاقة القوة وعن طريقه بتثبت وجودها. الثلاث أنواع اللي تم اكتشاف جسيم التفاعل بتاعهم هم القوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية. وجسيمات التفاعل فيهم على الترتيب هي الجلوانات وبوزونات الـ W والـ Z والفوتونات. أما قوة الجاذبية فهي القوة الوحيدة اللي لسه لحد النهاردة العلماء ملقوش جسيم التفاعل بتاعها. جسيم الجاذبية فعليا وواقعيا لسه ما تمش العثور عليه، لكن افتراضيا ورياضيا الجسيم ده موجود، بل ان الفيزيائيين اختاروا له حتى اسم قبل ما يلاقوه. فبما ان الجاذبية باللغة الانجليزية بتعني الجرافيتي، فالاسم المختار لجسيم الجاذبية كان هو الجرافيتون. ده تعريف مختصر لمعنى الجرافيتون، واللي بيعتبر اهم كشف منتظر عند العلماء. والعلماء حطوا الجرافيتون في النموذج القياسي الفيزياء الجسيمات، لانهم على الرغم من انهم لسه ما اكتشفوهوش ولكنهم متأكدين من وجوده. أما بالنسبة لمعنى نظرية كل شيء ونظرية الأوتار الفائقة، فهم عبارة عن نظرية بيحلم بها الفيزيائيين للتعامل مع القوى الأربعة في إطار رياضي موحد. أو بمعنى تاني، هي نظرية بيأمل العلماء عن طريقها إنهم يوحدوا نظرية النسبية مع نظرية الكم. فنظرية كل شيء هي الاسم العام لأي نظرية منتظرة تحقق المطلوب. أما نظرية الأوتار الفائقة وغيرها من النظريات، فهي مجرد نماذج ظهرت وبتدعي انها حققت مطالب نظرية كل شيء. لكن طبعا مازال في النماذج دي مجاهيل كتير، ومطلوب ان المجاهيل دي تتعرف علشان يتم الحكم على صحة النظرية. من اهم المجاهيل دي هو جسيم الجرافيتون. فمسألة ليه اكتشاف الجرافيتون هو اهم من نظرية كل شيء والنماذج بتاعتها، فدي بتعتبر مجرد اهمية منطقية مرحلية. او بمعنى اوضح، اكتشاف الجرافيتون هو الخطوة الاولى للحكم على اي نظرية خاصة بالباب ده. فانت اصلا مش هتقدر تحكم على صحة التوحيد للنظريتين دول من غير ما تفهم كيفية عمل الجرافيتون. الخلاصة ان اكتشاف جسيم الجرافيتون هو مربط الفرس. الموضوع بالبلدي كأن واحد بيسأل شهادة الثانوية العامة اهم ولا شهادة الدكتوراه. الاجابة ان الدكتوراه صحيح شهادة عظيمة هتفتح كل الافاق، بس برضو الثانوية العامة اهم، لان هي اصلا اللي هتوصلك للدكتوراه. باختصار صديق، المادة المظلمة هي مادة غير مرئية بتأثر على الجاذبية. أما الطاقة المظلمة فهي نوع من الطاقة بيتسبب في دفع المجرات بعيد عن بعضها، واللي بالتبعية بيؤدي لتسارع توسع الكون. للتبسيط ممكن نقول إن الكون يا صديقي مكون من نوعين من المادة ونوعين من الطاقة. أولا المادة العادية والطاقة العادية، ودول اللي بيشكلوا كل حاجة نعرفها من الذرة للمجرة. وثانيا بقى المادة المظلمة والطاقة المظلمة، ودول ما نعرفش عنهم أي حاجة باستثناء الإحساس بأثرهم. فالمادة المظلمة مثلا ما ينفعش إنها تتشاف أو يتم رصدها بشكل مباشر بالتلسكوبات، وده لأنها مادة ولا بتمتص ولا بتعكس أي قدر من الضوء.
لكن بيتم الاستدلال عليها من خلال تأثيرها من الحسابات الرياضية والمنطقية. لتسهيل الموضوع على أي حد ملوش اهتمامات بالفيزياء الفلكية، فالموضوع بيشبهه العلماء بأنك تحط تفاحة صغيرة في كفة ميزان فتلاقي المؤشر بيقول إن وزنها 5 كيلو جرام كاملين. لو متأكد إن مفيش أي أخطاء في الميزان ونوعيته، يبقى كده أكيد في شيء تاني خفي مع التفاحة هو اللي عمل الوزن الكبير ده. وبالمثل برضو كل الحسابات الفلكية بتأكد إن المادة والطاقة المعروفين مش بيشكلوا أكتر من 5% تقريبا من كتلة وطاقة الكون بالكامل، وبكده يبقى أكيد في حاجة غلط في الحسابات بتاعتنا، أو من الممكن إن فهمنا للجاذبية هو اللي لسه مش مكتمل، بمعنى إن الميزان اللي بنوزن بيه في مشكلة معرفناش نكتشفها. فمثلا عملية استقرار النجوم داخل المجرات بتتطلب قوة مساندة للجاذبية، الجاذبية بالحسابات بتاعتنا ما تقدرش تحتفظ لوحدها بالنجوم جوه المجرات، وبتنحصر شكوك العلماء إما في سرعات أعلى من المتوقعة لدوران النجوم حوالين المجرة، أو لوجود المادة المظلمة والطاقة المظلمة، أو ممكن يكون برضو التفسير مزيج من الاحتمالين. لكن بصرف النظر عن التفسير السليم، فالمحصلة واحدة في كل الحالات وهي خلل معين في فهم الجاذبية، يعني برضو مهما هنلف وندور هنبقى محتاجين نلاقي الجرافيتون ونفهمه، بل من الوارد إننا لو لقينا الجرافيتونات وفهمناها، إننا كمان نلغي تماما فرضية المادة المظلمة والطاقة المظلمة. يعني نقدر نقول إن اكتشاف الجرافيتون هو عملية ضرب شوية عصافير بحجر واحد، فأولا هيبقى عندنا فهم أدق للجاذبية بصفة عامة، وثانيا هنفهم أسلوب الجاذبية على المستوى الكمومي، وثالثا هنحل بالتبعية مجموعة من الألغاز زي المادة المظلمة والطاقة المظلمة والثقوب السوداء والكون المبكر. فالألغاز دي يا صديقي حلها بيتطلب مزيج من النسبية العامة وميكانيكا الكم مع بعض، وتأخر اكتشاف الجرافيتون لحد النهاردة معطل كل ده. من هنا بتبان أهمية وأولوية اكتشاف الجرافيتونات عند العلماء. بس طبعا السؤال المهم دلوقتي هو إيه اللي معطل إجراء التجربة المهمة دي؟ مبدئيا كده صديقي، حتى لو كان عندنا كاشف للجرافيتونات، فمن المتوقع أن حجم المعاناة هيبقى كبير في الاستفادة منه، وبالتأكيد هيتم إعادة التجارب أكتر من مرة للتأكد من النتائج. فالمعروف في حدود المتاح إن الجرافيتونات بتتفاعل بشكل قليل جدا مع المادة العادية، والعلماء بيقولوا إن درجة تفاعلها أضعف بكتير حتى من النيوترونات. النيوترونات دي بقى بتسمى بالجسيمات الشبحية، وده لأنها بتقدر تمر من كميات ضخمة من المادة من غير تفاعل، ده غير إنها جسيمات أولية صغيرة جدا جدا وفي منتهى السرعة. تخيل بقى الفيزيائيين بيأكدوا إن الجرافيتونز خصائصها أعقد من كده بكتير، ومسألة إجراء تجربة بالحجم ده والتكلفة دي على جسيمات بكل القدر ده من التعقيد هي مسألة مش من السهل توفير نفقاتها ببساطة، خاصة إن المشاكل مش بتتوقف بس عند الحد ده، إحنا عندنا مشكلة تانية معقدة، وهي مشكلة التبريد اللي بتتطلبه التجربة دي. قبل ما أقولك يا صديقي على مشكلة التبريد، لازم أنبه إن التعطيل مش جاي من عند العلماء. العلماء بما فيهم المشككين في جدوى التجربة حتى، كلهم بيتمنوا إجراء التجربة وتدوين الملاحظات ولو على سبيل الفضول، لكن السبب الحقيقي في التعطيل هو التمرير الحكومي للدعم المطلوب، فالاستثمارات مش بتبقى دايما كافية لدعم الأفكار والأبحاث العلمية كلها. فالتجربة دي مثلا بتتطلب تقريبا إنشاء كويكب صغير، الكويكب ده هيكون هو كشف الجرافيتونات اللي هيعتمد عليه العلماء. فالخطة إنه يتم توفير جسم تقيل جدا بوزن 1 طن على الأقل، ويتم تصميم الجسم ده من تركيبة خاصة من المعادن والعناصر، وبعدين مطلوب تبريد الجسم ده لأقصى درجة ممكنة، يعني هيكون المحاولة هي الاقتراب للصفر المطلق اللي هي أقل درجة حرارة موجودة في الكون، واللي بتساوي 273 درجة مئوية تحت الصفر، وكمان هيكون مطلوب توفير معظم ظروف الفضاء في المعمل. الغرض من الكلام ده كله هو خلق الظروف المناسبة لظهور الجرافيتونات، فالأجسام التقيلة هي اللي بتخلي الجاذبية تظهر بشكل أفضل، وبيبان التشويه في نسيج الزمكان بصورة أكتر كل ما زادت كتلة الجسم، وبالطريقة دي من المفترض إن أعداد أكبر من الجرافيتونات هتكون نشطة، وهتتسبب في موجة من الجاذبية تأثر على الجسم، وهيكون التأثير على شكل اهتزازات ممكن رصدها، ده غير إن من الوارد اصطياد واحد من الجرافيتونات دي. بصرف النظر عن الطموح الضخم وتكاليف التجربة الواضحين، بل بصرف النظر عن الجرافيتون نفسه، فالسؤال الأهم دلوقتي عن التبريد. هل فعلا العلماء هينجحوا في تبريد جسم بالحجم والكتلة دول لدرجة حرارة بتقترب من الصفر المطلق؟ مشكلة التبريد هي من أعقد التحديات اللي أدت لتعطيل التجربة دي، لدرجة إن الشك في الوصول لدرجة التبريد دي والجسم بالكتلة دي أثارت السخرية عند بعض العلماء، وبيقولوا لو نجح الفريق العلمي اللي هيعمل التجربة في المسألة دي
فالأفضل له إنه يتواصل مع شركات زي جوجل وآي بي إم علشان يتعاون معاهم. فمن أهم مشاكل الكمبيوترات الكمية هي مشكلة التبريد للأجسام الكبيرة، فالحالة الكمومية للكيوبيتات أو وحدات المعلومات الكمية بتبقى حساسة جدا للحرارة العالية، وأي ارتفاع بسيط في الحرارة ممكن يؤدي لتدخل وتدهور الحالة الكمومية. والمشكلة إن التحكم في الكيوبيتات عند درجة الحرارة المنخفضة بيبقى شيء في منتهى التعقيد. بنفس المنطق بل أكتر بكتير، مش مفهوم إزاي الفريق اللي هيعمل التجربة هينجح في التعامل مع مشكلة تبريد الكويكب بتاعهم. فموضوع التبريد القوي ده بيتطلب مثلا عملية فائقة من العزل الحراري للجسم عن البيئة المحيطة، وده طبعا بغرض تقليل عملية انتقال الحرارة، فأي تسريب حراري بسيط بيمنع الوصول لدرجات الحرارة فائقة التبريد. ده غير ان كل ما كان حجم الجسم وكتلته أصغر كل ما كانت محاولة تبريده أسهل، وده لأن الجسم الصغير بيحتوي على كمية أقل من الحرارة لتفريغها، أما الأجسام التقيلة فبيكون عندها طاقة حرارية كبيرة بتحتاج في الأول لإزالتها. الكلام ده بيزيد من زمن التجربة وتكاليفها، والمشكلة إن تقنيات التبريد الفائق ده أصلا من أكبر الحاجات اللي بتحتاج لاعتمادات ضخمة، وفعلا مش معروف إزاي من الممكن إقناع الحكومات بتمويل ضخم زي ده، خصوصا إن التمويل مطلوب في التجربة أصلا بيشكك بعض العلماء في جدوى تحقيقها للهدف. تفتكر صديق إن التجربة دي ممكن فعلا تتعمل، خصوصا إن تم التنويع عنها في واحدة من أهم المجلات العلمية؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو وصلت لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبك، فما تنساش تعمل لايك، وكالعادة اسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.